بقى يعني التكريم جالك ازاي؟ انا عايزه بس اشيد استاذه نور ده بعد اذنك طبعا. اتفضلي طبعا. عشان هي عملت حركه حلوه قوي من غير ما تقصد. اقول لك ايه بقى؟ ايه عملت ايه؟ هي وهي بتتكلم بتقول لاستاذ زينب وادي صورتك اهي بتاعه التكريم، اوكي؟ احنا عندنا المكفوفين بيسمعونا، بيسمعوكوا طبعا، ليهم الشرف طبعا، احنا لينا الشرف ان احنا بنسمعكم. شرف لينا طبعا. اوكي؟ فانتوا لما بتيجوا للصم والبكم بتجيب لهم مترجم. لما بتحصل اي شريط اخبار او اي حاجه او محدش بيقراه، لما بيحصل فيه ارقام تليفونات على الشاشه محدش بيقولها، فبالتالي الكفيف اللي بيقعد يسمعكوا واللي عارف يتصل بيكوا واللي عارف يتكلم معاكوا، حتى لو البرنامج ده ما عليهوش، بس اكيد في شريط اخبار ظاهر انا مش شايفاه دلوقتي، اكيد في صوره تكريم انا مش شايفاها دلوقتي، اكيد في حاجات تانية انا مش شايفاها دلوقتي. انا يعني طالبه يعني قصدك نشرح اي حاجه موجوده على الشاشه. ايوه لو في شريط اخبار زي ما هي قالت كده يعني بتلقائيه شديده، وهي ما تقصدش طبعا انها تقول المكفوفين. ادي صورتها ظاهره، يعني مثلا صوره اي حد ظهرت. هي صوره لما وضحت انه زينب اتكرمت من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيوة على الشاشه في مكفوفين شايفينك، هم ما يعرفوش ان الصوره دلوقتي دي اتحطت، فانت عملتي حاجه انا بتمنى الناس، برفع شعار كل الناس انها تعملها. ودي نقطه كويسه قوي ان انت اشرتي اليها شيرين، واكيد لو حد بيتفرج علينا اكيد ممكن يتم الاستجابه للموضوع ده. صورتك كمان منوره على الشاشه مع سياده الرئيس في التكريم. لا دي ما تقوليهاش عشان في ناس بتشوف وانت مغمض عينيها، دي ما تقوليهاش. دي منوره الدنيا الصوره. لا دي ما تقوليهاش. الصوره جميله ايه ومنوره الدنيا 20. لا دي ما تقوليهاش. اهو شيرين فتحي اسماعيل، احكي لنا احكي لنا بقى عن التكريم واحساسك كان ايه وكلموكي ازاي. هو انا طول عمري بقول انه اللي بيعمل حاجه حلوه ربنا بيكرم. فاولا الفتره الاخيره دي الرئيس فخامه الرئيس السيسي فتح باب جميل قوي وكتير ومش مسبوق قبل كده لذوي الاعاقات او اللي هم بيسموهم دلوقتي ذوي القدرات او قدرهم باختلاف، تمام؟ او اصحاب الهمم ايا كان المسمى. فانه يكرم حد في عيد العمال ولاول مره ذوي همم يطلب منهم ان هو يكرم ذوي همم، دي حاجه شويه انا استغربتها في الاول، ما كنتش يعني عارفاها. وبعدين كمان اللي عجبني ان هم قالوا ان احنا عايزين ناس تكون ليها في حاجات معينه، ما تكونش مثلا جايه تقعد على مكتبها او عشان كفيفه او عشان ايا كان نوع الاعاقه يعني وخلاص، لا احنا عايزين حد يكون متميز في حاجه معينه. وانتوا يعني متهيألي هيلاقوا اكتر من كده فين؟ يعني ما شاء الله معانا يعني امثله محترمه جدا ونماذج دايما مشرفه من السيدات. هم دول السيدات المصريات. طبعا. وحاجه جميله جدا جدا.